كل مكان السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص من جوبا حاضرة دولة جنوب السودان. الوصول إلى التوقيع بالأحرف النهائية لعملية السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية مر بماراثون طويل وشاق إلى أن كلل باستضافة جوبا حاضرة دولة جنوب السودان لمراسم هذا التوقيع التاريخي والمهم، وهو ذات التوقيع الذي سيفتح الباب واسعا أمام تساؤلات كثيرة عن الحيثيات والأسباب التي أوصلت السودانيين إلى هذه المرحلة، مرحلة السلام. إذا مشاهدينا الأعزاء، والاتبيان واستبيان كل المراحل التي خاضتها الحكومة السودانية والجبهة الثورية إلى أن وصلت إلى مرحلة السلام، أسعد جدا ومن حاضرة دولة جنوب السودان وعلى الهواء مباشرة باستضافة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات جوبا. مرحبا بك سيد النائب. عليكم السلام، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المشاهدين، والتحية لك والتحية للسادة المشاهدين وخاصة الشعب السوداني الصابر. مرحبا بك سيد النائب. الذي تم في جوبا من توقيع السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، أين يضع السودان؟ والله أكيد السلام يعني الشعب السوداني ينتظره كثير سنوات طويلة، وأكيد يعني يضع السودان في الطريق الصحيح. والسلام هو اسم من أسماء الله، اسم من أسماء الله الحسنى، وأكيد حيضع السودان في الخارطة في الطريق الصحيح، ويضيف للسودان ويساهم في وقف الحرب إن شاء الله. الوثيقة الدستورية نصت على أن يكون السلام في 6 أشهر الأولى من عمر الاتفاقية، مضينا أكثر من ذلك والآن تم التوقيع على الاتفاقية بالأحرف النهائية، كيف تقيم هذه المسيرة، مسيرة التفاوض؟ الحرب في السودان مدة 60 سنة، كونه نتفاوض ويجي سلام في سنة، لو سنة جابت السلام أنا بقول يعني ما كثير في السلام، نتمنى أنه يتم السلام في السودان. هذه المفاوضات أين تعثرت وأين عبرت بسلام؟ والله شوف، أكيد أي تفاوض وأي نقاش وأي حوار هو بخش في عسرات، ولكن أن إحنا زي ما قلنا في السابق أنه نحن أهم شيء في الاتفاق ده أنه نحن خشينا التفاوض أو الحوار كأخوان، لكن عندنا قضايا سودانية نتناقش فيها، فأكيد في عسرات طبعا، وأكيد في وقف يعني لمدة السنة دي ما حاجة سهلة، لكن في النهاية الحمد لله وصلنا لاتفاق ولو توقيع نهائي إن شاء الله يوم غدا. السودانيون سيد النائب الأول تابعوا بشغف وتابعوا باهتمام هذه المسيرة التي كنت تقود فيها وفد الحكومة، وكانوا دائما ما يشعروا بالخوف عندما تأتي الأنباء من حاضر جنوب السودان بأن هنالك إشكالية في غرف التفاوض، بأن هنالك تعثر ما بين الحكومة والجبهة الثورية. هل من مرحلة مهمة كنتم تتخوفون فيها بأنه يمكن أن تنتكس كل هذه العملية وبالتالي نفقد كل الجهود التي أوصلت الآن إلى عملية السلام؟ والله الشعب السوداني دفع ثمن غالي في الحرب، وفعلا هو له الحق أنه هو يكون يعني مترقب، ولكن فعلا كانت هي في المراحل الأخيرة هي الترتيبات الأمنية، والحمد لله الآن نحن يوم غدا هيتم التوقيع النهائي إن شاء الله بإذن الله. يعني أنتم الآن مطمئنون تماما على اكتمال كافة المراحل المتعلقة بالترتيبات الأمنية؟ نحن مطمئنين ومن ضمن المحبين للسلام في العالم كله، والشعب السوداني خاصة وشعب جنوب السودان خاصة، أنه نحن الآن إن شاء الله بكرة هنوقع السلام النهائي بالنسبة للجبهة الثورية وحركة مني إن شاء الله. الحكومة أيضا سيد النائب تعول كثيرا على هذا السلام كمدخل للاستقرار، للتنمية، للرقي، ولتقديم خدمات كريمة للمواطنين. هل يمكن أن يحقق السلام هذا الأمر، خاصة وأن السودان الآن يمر بضائقة اقتصادية مشهودة؟ والله الضائقة الاقتصادية في كل العالم، كل العالم في الضائقة الاقتصادية، والسودان طبعا عنده ظروف خاصة وظروف استثنائية، تغيير سببه الضائقة الاقتصادية، وفعلا السلام هيساهم، أكيد السلام هيساهم في إخراج السودان من الأزمة للآن فيه إن شاء الله. وأكيد لو الناس قدرت يعني كم أكملت كل الأخواننا في الكفاح المسلح، أكيد حيكون في استقرار
ويكون في نتائج في للأزمة الاقتصادية والأزمة الأمنية والاقتصادية. أنت دائما ما تردد في المنابر الإعلامية واللقاءات الصحفية بأنه ليس من استقرار في السودان وليس من تنمية وليس من رفاه إلا بوجود السلام. نعم، وده أكيد. بدون السلام ما حنقدر نعمل استقرار، بدون السلام ما في أمن، بدون السلام ما في طمأنينة. فإن شاء الله بالسلام نحن حنقدر نحقق كل رغبات الشعب السوداني مع بعض. بالذي سيتم يوم الغد في هنا في جوبا، هل يمكن للشعب السوداني أن يقول بكلمة واحدة بأنه سيودع الحرب نهائيا، أم هذا الباب ما يزال مفتوح بحكم وجود حركات حتى اللحظة لم توقع؟ شوف، الاتفاق الآن هيضع هو أساس للسلام، وفعلا يعني نحن الآن نقدر نقول حققنا كثير من الأخوان في الكفاح المسلح، ولكن برضو يعني عندنا اللي هي الحركتين اللي عند الآن بر الاتفاق، فنتمنى أنهم يصلوا. لكن أكيد السلام اللي تحقق الآن بضع أساس متين لأي سلام غادم إن شاء الله. نعم. يعني قوات الدعم السريع أيضا بذلت مجهود يوصف من قبل كثيرين بأنه مقدر في عملية الإسناد الشعبي والإسناد المدني حتى في إنجاح هذه المفاوضات. أيضا نريد إضاءة حول هذه الوضعية وهذه النقطة. والله يشوف، القوات المسلحة كلها هي قائمة بواجبها حماية الحدود، هي دور حماية الحدود وتأمين المواطن والعمل الإنساني. وقوات الدعم السريع هي من رحم الشعب السوداني، وهي بتحس بألم الشعب السوداني، وده واجبه ولازم تقوم به بأكمل وجه. في محور ثاني، السيد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات جوبا، كثير ما يقال بأن الشيطان يكمن في التفاصيل. الآن هذه الاتفاقية وزعت، الإعلام اطلع عليها، الشعب السوداني يريد أن يتعرف أكثر على تفاصيلها، لكنه أيضا يتخوف من أن تكون هنالك بعض النقاط، بعض التفاصيل مثار خلاف، خاصة عندما نصل إلى مرحلة التوقيع بالأحرف النهائية وإنفاذ هذا الاتفاق. نعم، كلامك صحيح. نحن بالذات النقطة دي عملنا آلية مشتركة من الأطراف والوساطة، وأيضا أشركنا المجتمع الدولي، وكل ما يحصل يعني الآلية دي هتكون بمثابة مرجع لأي خلاف يحصل في تنفيذ الاتفاق. الآلية دي هتكون مرجع وتابع الخلافات كلها، وإن شاء الله ما يحصل خلاف. نعم. هل من إشارات بأن كل الجميع الآن على قلب رجل واحد، أم أيضا التخوف هو سيد الموقف؟ والله يا أخي، أنا بقول لصاحب ربنا ما سوا، ما ممكن أقدر أقول لك أن دي كلها على قلب رجل واحد، لكن إحنا نتمنى أن يكون على قلب رجل واحد، ونتمنى أنه نحن كلنا نمشي عشان نبني بلدنا مع بعض. في ذات المحور سيد النائب الأول، في الأيام الأخيرة لمسيرة التفاوض كانت هنالك أيضا جهود مقدر حتى نصل إلى المرحلة النهائية من توقيع هذا الاتفاق. الحركة الشعبية الشمال كانت على مقربة، لكن تفاجأ السودانيون بموقف لرئيس الحركة. ما هي الملابسات وما هي السياق الذي وضع فيه الحلو موقفه بأن تكونوا بعيدين عن مسار التفاوض؟ شوف، أنا داري أقول حاجة يعني لازم الناس كلها تعرفها. أصل الحركة الشعبية دي من بدت من إعلان جوبا، هي ما غيرت، يعني ما غيرت النقاط اللي بدأ فيها عبد العزيز، ما تغيرت النقاط، ما في أي مغربة. هو صحيح بيجي التفاوض، لكن ما في مغربة أصلا، هو نقاطه 1+1=2، وهي معروفة طبعا، فما في تغارب. ولكن الموقف الأخير طبعا بيعرفه الجميع، فنحن اللي بيهمنا أن نصل لسلام، نحن جاهزين نصل لسلام. همنا الآن السودان ما بيتحمل، السودان في مفترق طرق، والسودان الآن في محنة حقيقية، نتمنى أن الناس تشعر بالمسؤولية وتصل لسلام. الذي تم بين رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك وبين الحلو في أديس أبابا، هل يمكن أيضا أن يحدث مزيد من التقارب؟ نعم، ونحن طبعا الأخ رئيس الوزراء احتمدنا له البيان المشترك، بيان مشترك لو بيجي هو
يعني بداية نحن موافقين، ما عندنا مشكلة. حسب المعلومات وحسب الوثيقة، بعد أسبوع من يوم الغد وهو يوم التوقيع بالأحرف النهائية، من المفترض أن تصل حركتا جيش تحرير السودان والحركة الشعبية الشمال إلى جوبا لبداية التفاوض. هل من إشارات بأنهم سيصلون؟ هل وصلتكم معلومات بقرب وصول هذا؟ والله نتمنى أن يصلوا للسلام، نحن نتمنى أن يحصلوا تفاوض ويصلوا للسلام، نحن محتاجين للسلام، بيهمنا كل السلام، ده الشيء اللي بيهمنا الآن. أيضا هنالك مسألة متعلقة بالترتيبات المالية لإنزال هذا الاتفاق، هنالك لاجئون، هنالك نازحون، هنالك حواكير، هنالك جبر الضرر، من سيدفع كل هذه الأموال؟ نعم، ده سؤال مهم. طبعا احنا عندنا أشقاء وأصدقاء، والمجتمع الدولي كله داعم للشعب السوداني في هذه الاتفاقية، وأكيد الآن المشكلة الحقيقية هم النازحين واللاجئين. ونحن عندنا التزامات من دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء السلام، لدعم تنفيذ بناء السلام، ده التزام. وغير كده برضو وبنشكرهم على موقفهم ده. ما هي أبرز ملامح هذا الالتزام الإماراتي تجاه السودان؟ نحن ما خشينا التفاوض من فراغ، نحن خشينا التفاوض. أخواننا في الكفاح المسلح شرطوا أنه لازم يكون في جهة دعم، الكلام ده أنا قلته في الخطاب، لازم تكون في جهة دعم ما بعد الاتفاق، تنفيذ الاتفاق. فنحن وصلنا مع أخواننا في دولة الإمارات أنه هم بعد التوقع اللي كنت في توقيع الاتفاق هم هيقوموا بالدعم اللوجستي وإعادة النازحين واللاجئين إلى غرام إن شاء الله، ولبناء السلام، لتنفيذ بناء السلام. هل تم تحديد ربط مالي محدد أم هو أيضا في قيد التفاوض؟ والله نحن بالنسبة دي ما حددنا فيها، لكن الناس بصلوا يعني الآن الدعم، المجتمع الدولي كله داعم للشعب السوداني. في نحن يعني برضو قعدنا مع أخواننا في الولايات المتحدة، المبعوث الآن اليوم عندنا اجتماع معه، برضو هو يعني قدم مبادرات بالدعم، ونحن الآن اتفقنا معه يعني قال لنا جيبوا لنا المطلوب شنو، قلنا يا أخي احنا بنرجع الخرطوم ونحدد بالضبط المطلوب شنو من المجتمع الدولي عشان يكون في داعمين. فنحن متفائلين خير، السلام زي ما قلت اسم من أسماء الله الحسنى، وربنا خزائنه كثيرة وخزائنه ما بتنقص، ونحن متكلين على ربنا إن شاء الله وعلى أشقائنا وأصدقائنا إن شاء الله. هل الأمور بتمشي؟ نحن متفائلين خير يعني، زي ما تم سلام متفائلين أنه يتم يعني ربنا ينزل لنا يمطر لنا ذهب إن شاء الله تكون في حل إن شاء الله، ما متفائلين خير يعني كثير في المسألة دي بالذات. هنالك أيضا تحركات قطرية، هل من معلومات من مزيد من الإضاءة حولها؟ القطريين طبعا نحن برضو بنشكرهم على مبادرتهم، لكن هم بيتكلموا عن اتفاقية الدوحة، اتفاقية الدوحة، وفعلا عندهم التزامات، والآن عندهم غرة في دارفور، وعندهم تقريبا 10 غرة الآن على الافتتاح، وعندهم 50 قرية بيطلعوا عطاها في الأيام الجاية، وده إضافة كبيرة لشعب دارفور. فبرضو أخواننا القطريين يعني قدموا في دارفور في اتفاقية الدوحة، ونتمنى أنهم برضو يستمروا في نفس لأن إحنا أي إنسان بيدعمنا، نحن يعني بيدعم الشعب السوداني، بيدعم تنفيذ الاتفاق، إحنا جاهزين نتعامل معهم. في استطلاعنا ونحن نحضر لهذا اللقاء سيد النائب، برزت هنالك تساؤلات بأن هذه الحكومة حكومة فترة انتقالية، لديها أمد ولديها أجل زمني بميقات معلوم. بعد أن تمضي هذه الحكومة، بعد قضاء هذه المدة، من الذي سيضمن بأن كل ما تم الاتفاق عليه في جوبا سينفذ بالحرف الواحد؟ نحن التفاوض ده عالج جذور المشكلة، وأي إنسان حاجب على مصلحة السودان هو الاتفاق شنو، هو حقوق، والشعب السوداني ده اللي منتخبه بيجيب الحكومة المنتخبة ده هو صاحب الحقوق. فهذه نحن ما خايفين عليها، أنه تجي حكومة، الحكومة بتجي حكيت حتكون حكومة منتخبة، حكومة منتخبة بجيب الشعب، والشعب صاحب الحق. فأنا ما شايف في تخوف في الحتة دي، وإن شاء الله في الفترة الانتقالية دي الناس يعني خط يدهم مع بعض، صفوا ضمائرهم وقالوا همنا السودان، وزي ما قالوا الشباب بتاعنا التغيير الحصة وطن، احنا ان شاء الله هنحقق الحاجات دي قبل الحكومه المنتخبه. متفائلين خير، والسودان فيها خير كثير جدا. طيب سيد النائب، انتم في مجلس السياده تدعموا هذا الاتفاق بقوه،
مجلس الوزراء يدعم هذا الاتفاق بقوة، نعم، لكن يظل التباين في بعض مواقف الحاضنة السياسية. إلى أي درجة يمكن أن تساهم في إعلاء قيمة الوطنية ورفع هذا المسمى مسمى السلام، وأيضا من منحى آخر يمكن أن تساهم في إبطاء كل الخطوات الجادة التي سعت نحو تحقيق السلام؟ والله يشوف، أنا اليوم ده يوم فرح وأنا ما متعود أكذب، عشان أقول لي كلمة بتاعت مجاملة. أنا السؤال ده ما أقدر أرد عليه الآن، لكن ممكن أرد عليك مستقبلا داخل السودان، ممكن أرد عليك هذا السؤال ده، لأن اليوم ده يوم فرح، إحنا ما دعنا نعكر جو الشعب السوداني. فنحن نتمنى أن الناس كلها تمشي على طريق واحد ونصل غايتنا تكون السودان، غايتنا يكون شعبنا تعبان، غايتنا يكون المساكين في الشوارع، نقدر نجيب معهم، نقدر نحل مشكلة الأزمة الوقود والخبز والدواء وكلام كثير جدا وفيضانات. فنحن إن شاء الله الناس كلها نتمنى أن تكون هي مصلحة السودان وليس مصلحة الأحزاب، مصلحة السودان. فنتمنى أن احنا كلنا نمشي مع بعض، وزي ما انت قلت المجلس الوزراء داعم والمجلس السيادي داعم وكل الشعب السوداني داعم. المجلس الوزراء والسيادي بدون الشعب السوداني ما بيسوي شيء، الشعب السوداني كله داعم للسلام. بما انك تتحدث عن يوم فرح وليس يوم للتنكيد، جوبا هي أرضية هذا الفرح، جوبا دعمت هذا الاتفاق. نعم. كان الكل يقول بأن منبر جوبا هل هو الأمثل، هل هو النموذج؟ أنتم كيف نظرتم إلى منبر جوبا حتى أوصلكم إلى هذه المرحلة؟ جوبا دي طبعا جزء مننا، يعني ناس بيعرفونا وبنعرفهم، وناس أخواننا، وناس يعني عاداتنا بيعرفوها، تقاليدنا بيعرفوها. والدليل أنه الآن كل الحركات اللي احنا تفاوضنا وهي موجودة في جوبا، وكانوا جزء من الحركة الشعبية، كثير منهم كانوا جزء من الحركة الشعبية. ففي حاجات كثيرة جدا بتخلينا أن احنا نعمل نموذج لأفريقيا. احنا الآن عملنا نموذج لأفريقيا، مش نموذج للسودان وشمال وجنوب السودان أبدا، ده نموذج مفروض الناس كلهم يقتدوا به في 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 أفريقيا. احنا الآن حلينا مشاكلنا بنفسنا، كون احنا نحل مشاكلنا بنفسنا دي أنا بقول دي تجربة فريدة وتجربة نادرة، أحسن ناس يستفيدوا منها وأحسن نطورها برضو. فنحن بنشكر أهل جوبا رغم أن ظروفهم، وأنا بعرف ظروفهم تماما، أنت بتعرف ظروفهم تماما، يعني ناس طالعين من حرب، ناس يعني مر عليهم هي كورونا وفيضانات اقتصادية وفيضانات، ولكن وشعبهم تعبان، ورغم أن ذلك هم وقفوا ورعوا هذا الاتفاق ودعموا هذا الاتفاق وصرفوا طرفوا كل ما عندهم عشان يحققوا يجيبوا للشعب السوداني السلام. فنحن بنقول لهم شكرا، واحنا برضو معاهم ان شاء الله، احنا معاهم قلبا وغالبا، وان شاء الله حنصل مع بعض، حنصل لسلام وحنصل لاتفاق وحنصل لوحده حقيقيه، وحده صحيح احنا في دولتين لا وشعب في دولتين، لكن ان شاء الله حنصل لاتفاقات تخلي السودان وجنوب السودان يعني نزل العقبات للأجيال القادمة إن شاء الله، هذا أرضية للأجيال الجاية إن شاء الله بإذن الله. كيف استقبلتم الرسائل التي جاءت على لسان رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير مياردت عندما خاطب الاحتفال بالأحرف الأولى بأنه يدعو إلى التكامل، اتفاقيات بين السودان ودولة جنوب السودان، الحريات ما بين الدولتين؟ أيضا هذه رسائل وصلت إلى بريد الحكومة في السودان. الرئيس سلفا كير هو أخونا الأكبر، ونحن متفقين معه في كل ما قاله، ونحن ده من ضمن يعني أماننا وأمانينا. إحنا إن شاء الله هنصل الكلام اللي قاله كله، إحنا هننفذه ونزيد منه إن شاء الله، ونحل كل المشاكل اللي بيننا بإذن الله. البعد الإفريقي ظل حاضر عبر أثيوبيا، عبر الاتحاد الإفريقي أيضا في هذه المرحلة، الكل يتوقع أن تواصل هذه المنظومة الإقليمية والدولية دعمها للسودان. هل لمستم هذا الدعم؟ هل وصلتكم بعض الإشارات؟ نعم، كل الناس لهم دور، اثيوبيا، يوغندا، كينيا، مصر، كل دول افريقيا لها دور. واولهم تشات، الانطلاق طبعا كان من دوله تشات، الرئيس ادريس دبي، كل الناس لها دور، كل الناس لها دور. ونحن زي ما قلنا احنا الان عملنا نموذج، النموذج ده احنا هنمشي فيه، وكل الناس دي داعمه ان شاء الله للشعب السوداني، وكل الناس شاركت في الفيضانات اثيوبيا وغير اثيوبيا. فنحن نتمنى انه نحن يعني يكون بين عندنا اتحاد افريقي. الان اتحاد افريقي برضه يعني هو قدر المسؤوليه، وان شاء الله نحن مع بعض هنعبر باذن الله. يعني الان هنالك روح من التفاؤل تسود اجواء الحكومه، تسود اجواء الشعب.
بأنه يمكن أن نخطو خطوة نحو الأمام إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طيب سيد النائب، أيضا يعني خلافا للدول الإفريقية، الدول العربية أيضا ساهمت، الاتحاد الأوروبي ساهم، هذا أيضا يدفع مباشرة للتساؤل عن مدى استعداد السودان لمقابلة هذه الثقة الدولية. أنت ذكرت قبل قليل بأن السودان الآن أصبح نموذج في أن يخطو وأن يصنع عملية السلام بين فرقاء، أصبحوا الآن على طاولة واحدة. صورة السودان التي يجب أن تصدر الآن للعالم بعد أن تم هذا الإنجاز؟ السودان أهم شيء فيه التغيير، قال ثلاثة شعارات: حرية، سلام، وعدالة. إحنا الآن من حقك في الكلام ده إن شاء الله. الشيء الثاني، نحن المجتمع الدولي ما قصر معنا فعلا في السلام، يعني الأمم المتحدة وخاصة الممثلة في يونيميت، ولكن إحنا بندعو المجتمع الدولي، يعني التغيير تم في السودان تغيير عظيم. إحنا يعني كان أملنا أن إحنا كان يعني السودان يشطب من قائمة الدول الهارية للإرهاب. يعني لو كان قدم لنا بس شطب اسم السودان من الدول قائمة داعي للإرهاب، الآن إحنا ما وصلنا اللي إحنا فيه الآن. فصحيح المجتمع الدولي داعمنا، لكن إحنا دارين الفعل ما دارين الكلام. إحنا دارين فعل ما دارين كلام، دارين فعل. فنتمنى أنهم صحيح داعميننا وواقفين، لكن إحنا دارين الفعل، لأن إحنا الآن في ضائرة. فالضائرة دي قابلة أنه إحنا لازم نشطب من قائمة الدول الداعية للإرهاب، لازم يعني الحصر الاقتصادي، الحياة دي كلها تبقى ما عشان إحنا نقدر ننهض. طيب سيد النائب، يعني برأيك لماذا لم تسارع الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي فور هذا التغيير وفور نجاح الثورة بأن تقدم الأيادي البيضاء وأن تساهم في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للهرب؟ لماذا تأخر هذا الأمر؟ والله يا أخي أنا ما قادر أعرف، لكن نحن كل ما طلبوا مننا قلنا نحن الآن الشيء تم واحترافنا، حتى ما يعني اعترافنا اعتراف ما قانوني، يعني احنا المفروض نمشي عبر المحكمه. احنا الان عشان نسهل، رئيس الوزراء احترف بال الجرائم اللي هي في السفارتين والمدمر الكود، ونحن كل الكلام ده عملناه عشان احنا نطلع سريع من القائمه بتاعت الارهاب. لكن للأسف الشديد لعند الآن وجهزنا المبالغ، يعني المبالغ دي الآن برضو تجهيز المبالغ بالمناسبة له أثر كبير جدا في رفع الدولار في السودان. ما الذي حدث حينها؟ شراء الدولار والذهب في الخرطوم هو رفع سعر، عشان تقدر تحصل ل 330 مليون دولار تجيبه منه لازم تشتري ذهب، عشان كده رفع السعر في السودان. ده من ضمن الحاجات اللي ساهمت في رفع ده كله في سبيل انه نحن نطلع من الغائمه. فانا شايف القروش الان موجوده واللولا اندفعت ولعند الان ما في شيء. فدي نحن بالنسبه لنا طبعا يعني مشكله كبيره جدا. فنحن كل ما يعني كل ما طلب من الحكومه، الحكومه نفذته، استوفت كل الشروط لكن للاسف الشديد لعند الان نحن ما اعرف الحاصل شنو. ده انا ما اقدر يعني ما عندي معلومه الرد في الحته دي، لكن بالنسبه لنا يعني خيبة أمل أنه يكون عند الآن نكون في الغائمة الدول الراعية للإرهاب. وبالتالي هذه الخيبة التي وصفتها بأنها خيبة أمل، الآن أنتم ساهمتم في إنجاز سلام بين فرقاء السودان، أيضا نتوقع الدعم الدولي، هل ستتم المماطلة على نسق رفع اسم السودان أم نتوقع موقف آخر؟ لا، أنت سؤالك. أنا سؤالي بأنه إذا ماطلت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في الإسهام على أن يرفع اسم السودان، الآن هذا إنجاز تم، هل سندعم؟ هل سيتفرج علينا المجتمع الدولي؟ ما الذي سيحدث؟ نعم أكيد طبعا حيأثر في الأزمة السودانية. يعني أهم شيء الليلة رفع الاسم من القائمة الدول الراعية للإرهاب، شطب الاسم ده أهم موضوع عندنا الآن. أي موضوع تاني موضوع آخر، إحنا لو رفع اسمنا من قائمة الدول الراعية للإرهاب إحنا بنكون يعني تجاوزنا الأزمة دي، أقدر أقول 60%، لكن دي مشكلة بالنسبة لنا طبعا. يعني سيد النائب، يعني مسألة أن يرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أيضا تحتاج إلى جهد دبلوماسي، تحتاج إلى جهد رئاسي، تحتاج إلى جهد من مختلف دول المنطقة. على المحيط الإقليمي والدولي أيضا هنالك دول ساهمت وسعت إلى أن يكون السودان بعيد عن هذه القائمة. نعم صحيح، ساهموا الناس، يعني السعودية يعني لها دور في الإمارات، مصر،
كل الناس يعني احنا قابلنا يعني مبعوثين سفراء كل الناس الان هو واقف على الولايات المتحده بصراحه يعني عشان نكون الموضوع ده الان مع الولايات المتحده الامريكيه فنتمنى انهم يساهموا يعني يرفعوا من معاناه الشعب السوداني. سيد النائب الاول رئيس مجلس السياده الفريق اول محمد حمدان دقلو رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات جوبا نستاذنك في فاصل قصير ومن ثم نعود مباشره لمواصله هذا الحوار. مشاهدينا فاصل قصير وبعده مباشره نتواصل معكم عبر هذا الحوار المباشر من جوبا عاصمة دولة جنوب السودان. كل مكان مرحبا بكم من جديد في هذا اللقاء الخاص من جوبا حاضرة دولة جنوب السودان مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس وفد الحكومة لمفاوضات جوبا سيد محمد حمدان نقول له مرحبا بك من جديد عبر هذا اللقاء مع الهواء مباشرة. سيد النائب قبلا جوبا قدمت صفحة بيضاء للخرطوم، الخرطوم بادلتها نفس التحية. هذا الأمر خلق أرضية من التوافق. قبل أيام جلست مع المعنيين بملف أبيه في حكومة جنوب السودان تحديدا السيد دينغالور، هنا يبرز تساؤل واضح وعريض، هل مسألة أبيي التي كان مختلف حولها بين الدولتين سيتم التفاوض حولها بذات الصيغة القديمة أم هنالك تصور جديد لحل هذه القضية؟ قضية أبيي طبعا احنا بدينا فيها من أول لقاء حصل بيننا وبين السيد الرئيس تناقشنا بيه لأن هي قضية حساسة وقضية مهمة، ولكن اتفقنا أن القضية دي ما نهبش الآن لغاية ما نوقع اتفاق السلام عشان لأن هي مرات تكون لنا يعني أو تشغلنا عن التفاوض، لكن الحمد لله إحنا تناقشنا فيها كثير جدا وتحاورنا فيها كثير يعني داخل الغرف، والآن وصلنا فعلا لاتفاق أن إحنا قضايانا دي المفروض زي ما قلنا نحلها مع بعضنا، هي قضية الآن في المحكمة وحصلت فيها وصلت فيها اتفاقيات كثيرة في السابق، لكن الاتفاقيات اللي حصلت دي كلها ما حلت المشكلة، فإحنا الآن اتفقنا نعمل لجان من أصحاب المصلحة ويصلوا على أرض الواقع بعد الخريف إن شاء الله، إحنا هنمشي نقعد نصل أهل المصلحة ونشوف في النهاية القضية دي بحلها الحق، أنت عندك حق تاخده وأنا عندي حق باخده وبالتراضي، في النهاية هي حدود وهي مستندات ولازم الإنسان ياخذ حقه، اتفقنا أنه نعمل لجان مشتركة ومن حكومة السودان وحكومة جنوب السودان وأهل المصلحة برضو لازم نشركهم أهل المصلحة، اثنين نرجع للناس الفنيين بالذات بتاعين الحدود وكده لازم نرجع لهم، فنحن الأبيي دي أنا شايف حلها سهل جدا، مسألة حق، أي إنسان عنده حق ياخده وبرضو وراه تبعيات طبعا يعني أكيد وراه تبعيات بالتأكيد، يعني هي قبيلتين عايشين في المنطقة دي أو قبائل عايشة في المنطقة دي فلازم يكون بينهم برضو وفاق، لكن أنا ما دار أسبق الحوادث وما دار أتجاوز، إن شاء الله إحنا بنقول في بيه حنصل لوفاق نصل لاتفاق يرضي الطرفين إن شاء الله. هل تمت استشارة المكونات الاجتماعية قبل أن تدخلوا في هذه المشاورات؟ نعم، من ضمنهم الأخ ألورا اللي أنت قلت له ومعه آخرين وبرضو أهلنا المسيرية برضو تكلمنا معهم وقعدنا معهم، وأنا قبل يومين لو شفت عندي معهم اجتماع عندهم لجنة والإدارات الأهلية، ونحن برضو في موضوع غرب كردفان برضو اتخذنا خطوات، احنا انا من تقريبا قبل سنه او 8 شهور نجبنا كل نظار المسيريه وكلاء الادارات الاهليه وقلنا لهم يا اخي احنا دايرين 5 اشخاص يمثلوا ولايه غرب كردفان او دار المسيريه بالذات، يعني الولايه طبعا هي عريضه لكن دار المسيريه بالذات لان عندهم مشكله تبيه عندهم مشاكل داخليه احنا دايرين انسان يجي يمثله، فهم مشوا قعدوا جابوا لنا 10 اشخاص، ال10 اشخاص احنا الان قاعدين نتعامل معهم، فغيرهم في لجان برضه في لجان بتاعت الحدود اللي هي مكونه من 51 نفر الان هي اللجنه اللي قاعده في الحدود في جنوب السودان وفي شمال السودان،
فان شاء الله احنا نجمعهم مع بعض كلهم ومع حكومه الولايه، احنا ان شاء الله حنصل لتفاوض لحوار مع اخواننا في جنوب السودان وتتحل مشكله تبيعي. برضو متفائلين من ربنا خير، ربنا يحلها ان شاء الله، لان ما دارين اي حاجه تاكل الصفوه بيناتنا. وهذه الارضيه موجوده الان، الارضيه المشتركه مهيئه تماما. نعم. هذه اللجان التي جاءت على ذكرك، هل ستكون بعيده عن الاشرافيه؟ هنالك فيما مضى كانت اشرافيه تبيي ما بين الجانب السودان اجوك وبين جنوب السودان، هل ستكون موجوده الاشرافيه في موازاه هذه اللجان ام ستنفصل هذه المساله؟ لا، الاشرافيه دي تبع الدوله، الاشرافيه تبع الحكومه، موجوده الاشرافيه. انا بتكلم عن الادارات الاهليه، بتكلم عن الجسم الاهلي، بتكلم عن الجسم الاهلي يعني. اما من ناحيه الحكومه طبعا الاشرافيه، والان في اداريه برضو، الان في اداريه للشغل الاداري بتاع ابيي وردعين رئيس الاداريه. نعم. طيب سيد النائب، نحن الآن نتحدث عن سلام، نتحدث عن وفاق، نتحدث عن استشراف لمعالم مستقبل السودان. الآن المواطن السوداني عندما يستمع إلى هذا اللقاء يتوقع أن تلقى على مسامعه بشريات، باعتبار أن السلام الآن أصبح واقع معاش. هذا السلام يجب أن يتبع أيضا بترتيبات تلي معاش الناس. معاش الناس إلى أي درجة الآن يمثل أولوية لدى الحكومة الحالية وهو الشغل الشاغل دون بقية الملفات وما دونها السلام؟ والله طبعا ده سؤال مفروض تسأل الحكومة التنفيذية، لكن أنا بصفتي أنه رئيس اللجنة الاقتصادية بجيب أن احنا يعني زي ما قلنا الأزمة دي أزمة شاملة، والسودان برضو يعني زي ما بيقولوا الطين ذات بلة في التغيير. غير الأزمة الاقتصادية السودان ظروفه الآن معروفة، ونحن الآن آمنا بعد التوقيع النهائي أن احنا نصل لحكومة قوية، حكومة يعني زي ما بيقولوا هن دقيقنا الدلي خبازه. فإن شاء الله بنخرج من الأزمة الاقتصادية لو نحن بس يعني صفينا النية وحسننا النوايا وعملنا حكومة أجندتها الفترة الانتقالية ما عندها أجندة تانية منطلع. هل هذا يعني أن الحكومة الآن أصبحت أو اضطرت إلى أن تدخل في مسارات غير التي كان من المفترض أن تقوم بها؟ يعني هنا التي أقرتها الوثيقة الدستورية، كأنما تشير إلى أن الحكومة أصبحت منشغلة بقضايا أخرى. والله يا أخي أنا ما داري أتكلم في الماضي، زي ما بقوله هن الجفل نخلينا نقرأ الواقفات. إحنا أصلا أحسن نمشي قدام الماضي ده، بتاعت السنة وشوية دي إحنا أصلا ما نرجع لها، لأن فيها مشاكسات وفيها كلام كثير. إحنا الآن كده دارين بعد ده نعمل شنو؟ المهم الآن بعد ده إحنا نعمل شنو؟ إحنا المفروض بعد ده نخط النقاط والحروف، نشتغل للفترة الانتقالية كويس، نحسن النوايا بيناتنا، مدنيين وعسكريين ده المفروض تبقى ما في. ما سودانيين مدنيين عسكريين دي تبقى ما في دولة بدون عسكريين، وما في دولة بدون مدنيين. ممكن تكون في دولة بدون، لكن ما في دولة بدون جيش، في دولة بدون جيش، دولة بدون جيش بتقوم ما في. لكن احنا يعني احنا الموضوع ده مفروض نبدأ صفحة بيضة جديدة بالسلام، ده نبدأ صفحة بيضة جديدة زي ما قلنا، نجي اي ناس مصلحتهم بس معاش الناس. كيف السودان ده؟ احنا الان ما عندنا مشكلة موارد بالمناسبة، صحيح؟ الناس تقول في مشكلة موارد. أين المشكلة؟ ما عندنا مشكلة موارد. أين المشكلة؟ مشكلة في البشر، ما في الموارد. لو البشر اشتغل صح لا في مشكلة في الموارد. نحن الآن بالمناسبة لو الآن أنا طبعا ما محلل، لكن لو الناس راجعت الأزمة بتاعت الكورونا دي مع العالم الثاني حتى الدول المقتدرة وراجعت السودان، بلقونا أن احنا ان احنا وضعنا يعني العالم كله الان داير ياكل ويشرب كويس. احنا عملنا شنو؟ احنا عندنا مين؟ انا ما ارجع ورا، انت كده بتدخلني في انا ما ارجع ورا، لكن لو ان احنا احسننا النوايا وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم وبدينا صح وخطينا النقاط في الحروف، عالجنا مشاكلنا كلها، اول حاجه الزراعه، الثروه، المينا، الذهب، ثم الذهب،
نعم يمكن هذا يتحلل. ما هي مشكلة الذهب الرئيس التي دائما ما تقول بأن الذهب 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 هو أس كل هذه الإشكاليات؟ والله يا أخي أنا برضو ده السؤال ده أنا ما أقدر أرد لك الآن، لكن أوعدك أنه في المستقبل أرد لك بكل التفاصيل، كل التفاصيل المملة بالنسبة لموضوع الذهب والمينا والثروة الحيوانية والفاولات دي كلها ممكن أرد. لكن الآن أنا والله اليوم ده يوم فرح، ما داير أتكلم أي كلام فيه وكده ولا كده، أنا أمشي في بس أنه النادي الآن نديها الأمل والحمد لله تم السلام وبعد السلام إن شاء الله نحن أنا 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 بعد من هنا بقول للشعب السوداني إن شاء الله أنت موعود بإذن الله لو خطيت يدكم مع بعض، لكن ما ده بسر وده بجور زي ما بقولوا هنا، لا كلنا نمشي مع بعض، والمجرم نقول له مجرم والكعب نقول له كعب والكويس نقول له كويس ونمشي مع بعض. البلد بتمرق، أنا بلدي ما خايف عليها والله، دولار الآن ب250 لكن أنا ما خايف عليها اصلا، لو الناس قالت بس بسم الله الرحمن الرحيم بدت انا ما خايف عليها، انا شايف تطلع سريع. هل هزم الدولار الحكومه سيد النائب؟ انت بدك تقول لي هل هزم قد الدولار احسن تقول لي كده. ف شوف الدولار ده طبعا بقي شماعه، هو ما شماعه، هو فعلا يعني كل شيء بالدولار، اصل حاسه يقول لك تعال ورنيش تعال ورنيش عشان ذول مسكين بس، لكن برضه الورنيش ده بالدولار، لكنه عشان ذول مساكين ما في ذول بيشتغل. فالدولار ده بيجي مشكله بالنسبه لنا، وانا برضو ما داير اتكلم فيه لان ده بخش في اللجنه الاقتصاديه، واللجنه الاقتصاديه فيها اخفاقات كثيره جدا، فيها مشاكل، عشان كده برضو انا ما داير اعكر صفوه اللغاء باللجنه الاقتصاديه، لكن بوعدك انه الحكايه دي انا انت ولا غير انا هرد عليه، وانا ذات يعني دي قاعده جواي كثير، فارد عليه ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله. نعم ان شاء الله. الى اي درجه بما انك الان تتحدث عن امال والشعب يعلق امال، وجود عناصر مهمة من قبل قادة الجبهة الثورية ضمن منظومة كابينة القيادة في الحكومة، هل هذا سيعضد من الشراكة سيقوي منها أم هنالك رؤية أخرى أيضا؟ والله الجبهة الثورية دي هي الضلع الثالث للفترة الانتقالية، وأكيد هم بضيفوا، أكيد هم بضيفوا دي ما بلا شك. أنا في هم برضو عندهم علاقات يعني بضيفوا لنا كثير جدا، فأنا شايف أن وجودهم هم مهم جدا بيناتنا، وجودهم مهم مهم شديد. نعم طيب، يعني وجود الجبهة الثورية أيضا هو مطلوب في هذه المرحلة، مطلوب كافة القيادات التي كانت تحمل السلاح أن تساهم في إنجاح الفترة الانتقالية. أيضا سيد النائب وصلتم الآن إلى مرحلة السلام، الجميع سعيد بهذه العملية عملية السلام، لكن المجتمع السوداني سيكون أكثر سعادة عندما يرى شراكة متينة، هل هذا الأمر أيضا قابل للتحقق؟ والله نحن الآن بنسعى للشراكة المتينة، وأنا كلامي من قبل ده كله للشراكة المتينة، فنتمنى أنه تكون في شراكة متينة، شراكة قوية، وأتمنى أن الشعب ذاته يعرف مصلحته وين، الشعب ذاته يعرف مصلحته وين، يجيب مع الحق، لو الشعب وقف مع الحق الباقي كله سهل، احنا الآن ماشيين الشعب، ما ماشيين برانا نحن. أيوة. طيب معاش الناس الآن أيضا واحد من الهموم الاقتصادية الكبيرة جدا، أزمات الخبز، أزمات الوقود، انتظار البواخر، عدم وجود المال الذي يكفي خزينة الدولة، كل هذه الأشياء كيف كيف سؤالي هو يعني وجود هذه الأشياء، وجود هذه المشاغل بالنسبة للدولة، الكل الآن ينتظر منكم وينتظر آمال وينتظر أن تستنهض الدولة كافة المشروعات التنموية الموجودة، جذب الاستثمارات نحو السودان، هذا السلام سيفتح الآفاق لمختلف الدول التي كانت فيما مضى تتخوف من أن تصل إلى السودان. نعم والله شوف الاستثمارات دي، في استثمارات ما بتصل السودان إلا بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، دي واحد. الشيء الثاني أنا تكلمت في موضوع معاش الناس، معاش الناس. الحاجة الثانية برضو احنا دايما نتكلم فيها ما بعد تشكيل الحكومة، لأن انت تقول لك كلام وانت ناس يعني ما بتعرفهم، ما عارف مقدرتهم، ما عارف نواياهم، يعني زي كلمتين انا قلتها حقت الدولار، فأنا بفتكر انه الناس كلها نواياها طيبة طبعا، فكون انت تقول كلام بكرة يتحسب عليك، انا ما داير اقول الكلام ده لأن تعلمنا من الدرس السابق، لكن احنا بعد تتشكل الحكومة، بعد تتشكل الحكومة، وأكد تمام انا بأكد لك من هنا حكومة ما قوية ما حنكون شركاء فيها نحن، حكومة بتحل مشكلة الشعب السوداني ده ما حنكون شريك فيها. من تتحدث عن أنتم كدعم سريع؟ أنا بتكلم عن شخصي، بتكلم عن محمد حمدان، أنا ما حكون شريك فيها، حكومة ما بتحل مشكلته من البداية، لأن الجواب قالك فيك عنوانه من البداية، حكومة هي
قادرة تحل مشكلة الشعب السوداني، حكومة قوية أنا بشارك فيها، لكن غير كده أنا كفاية تاني بتحمل لي ذنب أكثر من كده. تكتفي فقط بقيادة الدعم السريع بس. طيب هذا الأمر سيد النائب، أنت الآن تطرق على مواضيع تمس حياة الناس، تمس مستقبل السودان، تمس علائق السودان مع مختلف دول العالم. واحدة من الإشكاليات هو فهم الرسائل التي تصدر من النائب الأول لرئيس مجلس السيادة بمفهوم خاطئ. هل تمثل لك هذه الأشياء أي إزعاج؟ هنالك رسائل تصدر منك تفسر وتعطى بعد آخر، هل تشكو من هذا الأمر؟ والله يشوف، هو ربنا قالوا فيه، ربنا قالوا ثالث وثلاثة، الرسول أتأذى، نحن نسوي شنو مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فنحن حكاية دي ما شغالين بها، نحن بهمنا البلد، بلد تطلع، الباقي ده كله سائل، ونحن أهلنا بقول الصافي حجر، والعارف عزه مستريح، أصلاً الحاجات دي بتهمنا، لكن بهمنا البلد، بلد ماشي لوين، بلد ماشي وين، ده المطلوب، كلام كله سائل، الباقي ده كله هين، كلام البلد، احنا دارين البلد تطلع، والبلد طاعت الباقي كله سائل، ما في مشكلة. البلد عشان تطلع، يعني كثيرون ربطوا هذا الطلوع بمسألة التطبيع، يعني هذا الأمر أيضا الرؤية فيه غير واضحة، المعلومات فيه غائبة. في ظل وجود النائب الأول معنا في السودان 24 نريد أيضا أن نستبين الرؤية، الملامح، ما الذي يجب أن يقال في هذا الملف؟ تطبيع جميل. تطبيع مع إسرائيل حتى تخرج البلد، هنالك من يربط مستقبل السودان بهذه الخطوة. والله يشوف، طبعا الملف ده يعني الناس مشت فيه، ونحن يعني بالنسبة لإسرائيل طبعا إحنا ما حدود، برضو نحن الناس استعملتنا يعني بالعواطف والحاجات دي، برضو صحيح القضية الفلسطينية قضية مهمة، والشعب الفلسطيني بالنسبة لنا يعني إحنا أفرض نقيف معه في قضاياه، لكن إحنا ما أقرب من الناس العاملين علاقات الآن مع إسرائيل، ما أقرب منهم الآن مع مصر حدود، إحنا ما نحدود مع الأردن، حدود بينهم البحر، يهوداك البنى بتشاف، وهم أقرب، وفي الأردن فيها 3 مليون فلسطيني، ممكن أكثر من كده. فنحن مفروض في حكاية الآن أردنا ولا أبينا، موضوع التطبيع ده مربوط بإسرائيل، موضوع الخروج، موضوع الخروج مربوط، أيوة، موضوع الخروج من القائمة، من القائمة، يعني هذا اتضح لنا الآن، لكن إحنا بنرجو أنه يكون مربوط بعلاقات. إحنا نعم هو تطبيع، ما نعم نتكلم عن تطبيع، إحنا نتكلم عن علاقات، إحنا برضو عندنا فوائد من العلاقات دي، علاقات دي إحنا برضو بنستفيد منها، نتكلم عن علاقات، لكن ده طبعا بالتراضي وتشاور كل الناس، إحنا ما نفتي له خطوة براه طبعا، إحنا نتمنى أن الناس كلها تشوف مصلحة السودان وين، إحنا تعبانين كويس؟ إحنا تعبانين. بعدين شايف برضو في أصوات تعالت بعد كلامي اللي قلته قبل يومين، أنا ما قلت شيء غلط، أنا قلت الشيوخ قالوا، أنا ما قلت، ما قلت أنا ما انقصدت بالشيوخ، يعني الشيوخ أهل الدين قعدوا مع كل الناس وتكلموا أنه هم ما عندهم مانع كويس في العلاقات مع إسرائيل. طيب لكن أنا داير أقول شنو، إحنا مفروض نشوف مصلحتنا وين، مصلحة السودان وين، وأين مصلحة السودان سيد النائب؟ أي مصلحة السودان وين نشوف نمشي فيها، مع منو نمشي فيها؟ صحيح مع الالتزام بالحقوق الفلسطينية، مع الدولة الفلسطينية، ده كله نحن ملتزمين، لكن كمان نحن برضو تعبنا يا أخي، تحاصرنا كم سنة نحن، الآن نحن كل الشروط أوفينا بها، كل الشروط اللي بتخلينا نطلع من الغايمة هنا أوفينا بها، ما في شيء اللي عنده الآن، الجمعة والجمعة اللي بعدها وخلاص هتمشي كده كويس. اثنين برضو إحنا عندنا حدود، عندنا أجواء احنا نستفيد منها، الطيارات الان بتعمل كونكشن في بلاد تانية، المفروض تكون عندنا، احنا اقرب للغرب كويس، عندنا اجواء، احنا المفروض يعني الان اجواءنا مستغل الناس ساكت بدون 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 ما يكون عندنا دخل موارد تصب في الخزنه السودانيه. فانا بشوف احنا نشوف مصلحتنا وين، مش بالعواطف والجوطة ونموت، الناس بيقولوا بموتي دول يوم واحد ما ماتوا، الناس لسه بيتكلموا في المنابر احنا ونموت قبل ما اعرف، كله كذب، ماتوا وين؟ كله كذب، ما ماتوا ولا شافوا الموت ولا بعرفوا الموت ذاته، الواحد يقتل اجل الله او يقلب بتقلب عربي يعمل حادث، ما يهددوا الناس، احنا لان شو مصلحة السودان واحنا مع اسرائيل ما حدود، اسرائيل متطورة، كل العالم ده شغال مع اسرائيل، كل العالم ده العالم الدول العظمى شغالة مع اسرائيل، من ناحية التغنية، من ناحية الزراعة،
نحن بنحتاج لإسرائيل صراحة، نقول ما هم لبديننا ولا خايفين من ذول، لكن علاقات وليس تطبيع، علاقات وليس تطبيع. كويس، علاقات وماشيين في الخطة. بعد ذاك ممكن الشعب السوداني ده هو يغرر. وهسه نحن الخمسة دي أو الستة دي لسه لو رفعنا يدنا أكيد الذول دار العلاقات بيفوز. فأصلا ما نمشي في الموضوع ده كتير. كيف ستتجاوزون مسألة الحاضر؟ من الذي يفوض؟ الحكومة غير مفوضة، هذه نقطة أيضا تحتاج إلى إلى إلى, إلى تجاوز. هناك بعض القوى السياسية داخل الحاضر السياسي. المفوض مش الشعب السوداني، مش كده؟ نعمل استطلاعات رأي عام، شو الشعب السوداني رأي شنو؟ نعمل استطلاع، ما عندنا أي مشكلة. إحنا مع الديمقراطية، إحنا مع الحق، مع الرأي والرأي الآخر، ما عندنا أي مشكلة. لكن نعمل استطلاع للشعب السوداني، نشيل الرافد منه الراغب منه، ما عندنا مشكلة، ما في حلول. وهم ديل فوضوا منه الأرض، ما في ذا الفوضوا. بعدين برضو أنا شايف برضو في أصوات من المؤتمر الوطني، الرئيس ده كان طبق لو ما تغير، كان طبع مع إسرائيل السابق البشير، كان سيطبع أيوة. مع إسرائيل قال لي أنا ده فليه كان مطبع مع إسرائيل بموجب ماذا؟ ماشي على الموضوع ده خلاص ماشي، لكن الحكاية بقت تم التغيير. فما يغشوا الناس ساكت ولعبوا عاطفة الناس ودين الدين ده والدين ده وين دين الدين. خلوا الجنوب داسي الجامعات قفلوها منه، يا يعني تدين يتكلم عن دينهم، مدارس قفلوها منه، ما ربنا ما بيسألهم منهم. فالدين ده فعل، الدين تطبيق، الدين ما كلام، ماشي أعراض الدين، ماشي أعراض الدين فعل. فده الشيء اللي أنا أقوله، رؤية واضحة جدا في هذا الملف، أتوقع ذلك. نعم، يعني ختاما هنالك محوران، الأول يتعلق ب قوات الدعم السريع، لأن هذه القوات ساهمت في مسألة الفيضان، لديكم تجربة أيضا في ولايات دارفور في إيصال طلاب امتحانات الشهادة السودانية إلى مناطق ومراكز الامتحان. أنت كقائد لهذه القوات، يعني كيف تنظر إلى الصورة الذهنية لدى المواطن السوداني وخلال كل هذه المراحل؟ هل أنت راضي عن الأداء؟ ما الذي يمكن أن نراه في قادم الأيام بخصوص هذه التجربة، تجربة الدعم السريع؟ شوف، الدعم السريع ده من رحمة الشعب السوداني، وده واجبه ليه لأهلهم، ونحن القائم بالدعم السريع أكثر من كده، ده الظاهر. فأنا أتمنى أنه أنتوا برضو الإعلاميين ظالمين إن ظلم شديد، أنا أتمنى أنه أنتوا يعني تعملوا استطلاعات في الولايات، الدعم السريع موجود وين، شغال شنو، احنا شغالين في كل المجالات، لكن على استطاعتنا في كل المجالات احنا شغالين. ودي لأهلنا، جبناه من جبل مرة، دي لأهلنا، دي لأولادنا، لازم نجيبهم ولازم نصل لاتفاق ولازم نصل لحلول معاهم. والدعم السريع نقول قايم بواجب كبير جدا في السودان، وما بنشكر عليه طبعا، ده واجبه، لكن كمان يعني لازم يكون ظاهر للجميع. فأنا بشوف ده واجبهم يعني، وأكيد أنا راضي، الشعب مدار الشعب السوداني راضي عنه، أنا أكيد راضي. أنت ذكرت كلمة مظلوم، لماذا يظلم الدعم السريع؟ والله من بعض الناس طبعا، ما من كل الناس، من بعض الناس، لكن أنا بقول الإعلاميين، أنا قلت الإعلاميين مفروض يعني هم يعملوا استطلاعات في الولايات في أرض أراضي، لأن كثير الدعم السريع بتهموا اتهامات باطلة. فأنا داري الإعلام يكون شنو؟ حضور، بالذات تلفزيون السودان، القنوات المحلية الوطنية تكون هي حضور فوق الولايات، وعندكم مراسلين في الولايات يعني ينقلوا الصورة الحقيقية، ما ينقلوا حاجة ما اشتغل الدعم السريع بس شغله. الموضوع حق الطلبة ده سهل جدا، نحن اشتغلنا حاجات أكثر من كده في الأيام دي ذاتها، رجعنا الناس دي رجعوا أكثر من 60 و70 غرية نزحت في حول شطاية وكايليك والمناطق دي، ده شغل أكبر من الطلبة، وحاجات كثيرة شديد. فالحمد لله الدعم السريع، أنا بقول ربنا يجزيهم خير وربنا يوفقهم وربنا يعني، وهم أخوانه في المنظومة الأمنية كلها، ويتعاونوا عشان يقدروا يساهموا في استقرار السودان. ختاما، ونحن على مشارف هذا التوقيع، توقيع الاتفاق السلام الذي وصفته بأنه أنموذج وصناعة سودانية خالصة، بتأكيد هنالك رسالة أو رسائل سودانية تبعث من مجلس السيادة الانتقالي في بريد مختلف الشخصيات، في بريد مختلف الدول، المساحة لك في هذه الفرصة.
والله أنا أول حاجة أشكر دولة جنوب السودان حكومة وشعبا، سيد الرئيس سلفا كير مياردين والحكومة من مجلس الوزراء والأخ المستشار تود قلواك رئيس الوساطة والإصطاف المعه من أخ السلطان الوزير ديو وكل الإصطاف، أيضا الناس الساهموا معانا أخواننا في الأمم المتحدة ومسلمين في يوناميت وكل الناس الساعدت، برضو في وفود من دولة تشاد ودولة الإمارات حضروا في الأشهر الأخيرة وكانوا حضور واليوم برضو حضور إن شاء الله، وكل الرؤساء الآن مشاركين معانا أنا بشكرهم شكر كثير، وبطلب من المجتمع الدولي يقف مع الشعب السوداني، وأتمنى أنه يكون في تأثير على الأخ عبد العزيز والأخ عبد الواحد عشان يحضر يجي لركب السلام، لأن إحنا الآن دارين نقفل باب التفاوض بصورة نهائية بصورة نهائية بعد الحركتين دير هذا نقرر على الموضوع ده، بعد ذلك إحنا نقبل أي نقاش في 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 حكاية كفاح حركات مسلحة، دارين نبني البلد مع بعض، أتمنى أنه يصلوا اليوم قبل بكرة ونصل لاتفاق الليلة قبل بكرة، فهذا الدش اللي بتمناه، وبشكر جنوب السودان ما قصر، بقول لهم شكرا ما قصرتوا قمتوا بالواجب بالزيادة، وإحنا برضو جاهزين نقدم كل ما عندنا لشعب جنوب السودان. الشعب السوداني ماذا تقول له وهو يشارك الحكومة هذه الفرحة؟ والله بقول الشعب السوداني بشكرهم على صبرهم في معاناتهم، والناس الفيضانات بقول لهم إن شاء الله ربنا يعينكم، وإن شاء الله موعودين يعني بعد الحكومة الجاية دي أنا بقول لهم اتفائلوا خير واتفائلوا خير إن شاء الله، وبقول لهم ابشروا بالسلام والسلام غادم إن شاء الله، وشكرا للجميع في سودان الحبيب إن شاء الله. النائب الأول لرئيس مجلس السيادة رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات جوبا الفريق أول محمد حمدان دقلو، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات على كل هذه الإفادات لسوداني 24 من جوبا حاضرة دولة جنوب السودان التي تستضيف هذه اللحظات التاريخية من عمر السودان، احتفالات السودان بتوقيع هذه الاتفاقية بين الحكومة والجبهة الثورية. شكرا جزيلا. شكرا بارك الله. شكرا. ولكم أنتم مشاهدي الأعزاء خالص الشكر والتحايا على متابعتنا في هذا اللقاء الخاص من جوبا دولة جنوب السودان بمناسبة التوقيع بالأحرف النهائية على هذا الاتفاق بين حكومة السودان وبين الجبهة الثورية. لكم تحياتي وتحايا فريق العمل، وإلى اللقاء.